نبداو على بركه الله نقدموا لكم المقادير. المقادير كالتالي: عندنا قالب ديال السكر، وعندنا نص حامضه مقطعه على هذا الشكل هذا، وعندنا كاس ديال الماء زهر، وعندنا اطرة الماء. بالنسبه للسكر اللي ما بغاش القالب يدير سنيده 2 كيلو. اللي غيديروه للدهين سخني على ماء الزهر ما ديريش، واللي غدير الشباكيه والبريوات دير كاس ديال الماء زهر. نبداو على بركه الله الطريقه. حطيناه فوق البوطه على نار تكون متوسطه لمده ديال 35 دقيقه. كنديرو كنسدو الكوكوط، غادي نوريكم. غادي نسدو الكوكوط ديالنا على هذا الشكل هذا، وغادي نديرو لها الصفار. غير كنحسو بالصفاره بدات كتصفر كنحسبو لها 35 دقيقه. من بعد 35 دقيقه كنطفيو عليه. من بعد غنرجع لكم نوريكم الشكل النهائي ديالها. ما طفينا عليه البوطه وداز 35 دقيقه، حيدنا الصفاره، حلينا الكوكوط، عطانا هذا اللون هذا على هذا الشكل هذا. انا قربت لكم الضو باش يبان لكم. من بعد تيجي على هذا الشكل هذا. ملي كيجي على هذا الشكل هذا كناخذوا داك كاس الماء ديال الماء الزهر وتنضيفوه عليه على هذا الشكل هذا. من بعد تنحركوه يجي على هذا الشكل هذا. ها هو الحامض ديالنا خدا اللون ديالو على هذا الشكل هذا. تيبقى حتى الغد ليه عاد تنستعملو، عاد تنخدمو بيه. كيجي هائل، كيجي رائع. وهذا هو الشكل النهائي ديال العسل ديالنا ديال اليوم. وكنتمنى من الله ان الوصفه تعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ديالنا ديروا لنا لايك وديروا لنا جيم وشاركوا معنا في القناه ديالنا. وشكرا